محاكلة مهمة إن أمبرر وشنو لبا قضب أساسي خلاف كما أنت تاغن المسلمين تقول حي ولبا قيبته وذا إسلاميين تا قول حي لبا أصل بكوسة ليسانية أصل ككوبات وحاوي الحكم على الناس برشدة إسلام كما أنت شاكتي الدنيا كنول ميقام بليون وي المسلمين تو ها هل بليان إيه بروي أو قد دنيا ضدك كنا والبقول كي الله تنشوي مسلمين الدون كواحد بن آدم شو أنتي وهذا الله أركي ما قانا دم آدم كيوم الجري أنتم هذا الدون كي بقول كي الله تنشم با إسلام شيكتها ومسلمين طبعا أورن مين إسلام بشيكتان بقول كي الله تنشم وإذا دها مركا أنت هو جامين يا وحي سكوها ين أو قد درن وقضية واحدة تكوبات قضيتين وقضية الأولى وحوي الحكم على المجتمعات الإسلامية برشوين كان أدونك ما أنت كنوا المحاد كأم سنتة وذاه وذاه واحدا قالوا يقولوا قد أدونك واحد إسلام شيء أنا يوذا دوب كوين إيه نفر قا مسلم يكون مجرد أنك عنك أهين أنا قم بمسلمين أنت كلا قالوا تكفير بورك قبا نوري ما بدوين أشوف كان واتقنا تكفير زلمة يقان أهين أنا قاوح عنك أهين مسايدر بالنقادة بدهم دوير بالنقادة عدا دون تصوف لين كافر بلا العظيم بوي ما كوها تحرمين كفر دي عمد قرقا وين هي تكبر كفرو طيب وحان نغا كاهنو ما انت الدنيا دا كنو الواقال إلا ذي وحاكو سهاري أيها وحان كاهنو مسلمين انت دا كالي وحي أمن سيهن بلشادة ما انت الدنيا جوتا إنا مسلميه كور مكلا كفيريو ننك أساقو سيقوني أما قويس كي يقبيل كي سيقوني قال لما أقول دعاه إلا الحكومة قضية معينة لقى قاتم ويين بلشدة مالك كور لقى فيريو وهم مسلمين منهم الفاسق الفاجر ومنهم مؤمن الصالح الخالص ومنهم منافق باكوجر إسلام مسكسي إلا إسلام وقيب بدني هاي حكما أو أو حقيقة تكفير لك وحيدا أنا وحيدا كائن قالوا وحال تكفير لمدة الروافض يا إمامية يا قيبل لما إذا يوحين وحنا أنا كين قالوا مع الوحن سني يا مع الصحابة ما قالوا ما بيتاجي أبو تكفير يا باب كذا يوحي الله المال موي أنت قاله إسلام إني يهم بالأمن سيء طيب قضية الله باله كسر على وحوي منهج كما أنت مراسب وقوة مسلمين تو إني خربين يهين أو رقم كنبي كتجد أو سريع لي كف قادين أو دين تو وحي ركسي وسوس ليه ذا مرن ملا كل واحد قرصين هاي، وحامر كلاسكو خلافسين هاي مركب منهج كي أسلوب كي نظام كم أنت هبون المسلمين تلقوا بتبادين كرمحوية، نوحور المسلمين تلقوا بتبادين كرا وهابي إن لباب إيو، وسوفي يقدري ينمي كاتقان الصوماليات يغير كتب شق كلام هيا، مهل كمان متجهدا سوفي تقال الله قوم لا دونك قدم بس. إن عبد الحسن بقى قدام بي أصلاً وحن أمي حتى سالعين وكل من ضرمين ليا وسن سوفي بقى هاي من الكورب قادر يوم ما بدك على قش مسيان بقى زيارة ويدي يا هولا هذي وما دون لقول الله يودي طيب المهم نوح عليه هاي أمضى فساد كده وحقص علاء وهابي يبلايدا كتابك سنة الله الله بتي هات دليلك كهاي مع الدليل دليل كنزو كتابك القرآن كله أردي يا أحاديث اللي أردي من كاسة مسبح الله باب إيوه قال خستوي ما دان الله مش عرضه دكتاتر كسو ودن كسو مره هلو صعب يقول سهل قد النهايو هلو كتاب فيريو ايقان هلو القدرو وركوا نمال كاسو كباب بيد نمال نوحي المنهج كما انت مناسب كاو حاوي هي ان حكامتا لقدم بيو ماشي مران هدي نارنا جينا انا ارقنو هدي مراك النو جينا انا ارقنو هدي ايقا اسو ان قدم بيو شيخ ربيع قروب وي أضي قالوا أنا وقت المسلمين بقين بكله حكامتها على قدم بي حكامتها ما أنت أدوك شو المسلمين أهل خيرة أيها القديان إياه شغل ربعي رجي سنمك هجدي وتقانا مش هسمرين نمان وحيد هذا كوا وكسو دالي مسلمين تشعوب توافي عنطا أهل خير وشعوب نين وراك سنبا كتيرا نين حبا كتيرا وراك با كبضا إن حبا ولا تحريكي ولا قبابي ولا عربي بهين بلا يدا فيرها كفر إذا مسلمين تحكامتها أدوك على رافي نمن بام مش هم مري القاعدة رجعت لها الكام مري. زوج قرتين ما هو شو أفر بنت
labada qadiyo la isku haya muhiimad waxa may go'aankeenu ka qadayna maxaa wax ugu bulshooyinka adduunka maanta ku nool ni wuxuu waa gal ni wuxuu waa islaam khilaaf badan ba ka taagan idan nimankii waa islaam bulshooyinka maanta adduunka joogay waxay isku khilaafeen bulshooyinka ma islaamka fiicnaaya saxda ay lahayaan mise waxba si ka ah niman le waxba nagama maqna waa iska jiraan oo khariban oo adduunku waa nabad islaamka saxiixa lagu taagan dhib ma jiro waa iska jiraan oo doqoma ah laakiin intooda badan wax isku waafaqay in dhib jiro khaladna jiro islaamka shubahaad iyo shahawaad baan lagu daray la kharibay diinta aysan saafi ahayn dhaqanka muslimiinta aanu ka hadlaynaaye in wax la saxaan loo baahan yahay ma loo baahan yahay qaabkan wax u saxnaa dariiqeen maraa kee u haboon oo u dhow aniga waxaa ila roon nimankii dariiqa maanta wax lagu saxi karaa waxaa weeye aljihaad fii sabiililah wabilahi towfiiq.